بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الإعدادي، ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ نكمل مع بعض النهارده تمارين على درس القوى الصحيحة السالبة وغير السالبة في ح من كتاب المعاصر. وصلنا مع بعض تمرين رقم 2 صفحة 99. شوف مع بعض السؤال بيقول هنا اختصر في أبسط صورة جذر 7 أس 5 في جذر 7 أس سالب 2 في جذر 7 أس سالب 1 بيساوي نقطة. جذر 7 أس 5 جذر 7 أس سالب 3 في جذر 7 أس سالب 1. هنا هنسيب الجذر 7 زي ما هي ونجمع الأسس 5 وهنا ناقص 3 وهنا ناقص 1، فيبقى عندي جذر 7 أس 5 ناقص 3 ب 2، 2 ناقص 1 ب 1، يعني جذر 7 أس 1 بجذر 7. السؤال اللي بعده جذر 2 أس 4 في جذر في سالب جذر 2 أس 2 في جذر 2 أس سالب 2. المسألة رقم 3 يا ولاد، جذر 2 أس 4 في سالب جذر 2 أس 2 في جذر 2 أس سالب 2. هنا يا ولاد الاتنين ده رقم زوجي يحول السالب لموجب، فأقدر إن أنا آخد جذر 2 أساس مشترك كلهم وآخد الأربعة مع الاتنين، 4 زائد 2 ناقص 2، لأن في حالة ضرب الأساسات المتشابهة بنجمع الأسس، فيبقى عندي هنا جذر 2 أس 4 زائد 2 6، 6 ناقص 2 بـ 4. نص الأس بيحذف الجذر يبقى 2 أس 2 هيديني 4. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي جذر 3 مضروبة في سالب جذر 3 أس 3 مضروبة في سالب جذر 3 أس 4. هنا الأس فردي يا أولاد هيطرد الإشارة، وهنا الأس زوجي هيحولها لموجب، فالإشارة دي تطرد معانا للآخر هنا، فيبقى عندي سالب جذر 3 في جذر 3 أس 3 في جذر 3 أس 4. تمام، أصبح الإشارات للأساسات كلها زي بعضها، يعني هنا جذر 3 أس 1 جذر 3 أس 3 جذر 3 أس 4، تنزل السالب زي ما هي وتاخد الجذر 3 تثبتها والأسس تجمعها، هنا أس 1 أهو زائد 3 زائد إيه 4، فيبقى عندك سالب. سيب السالب بقى دي لآخر المسألة خالص، معاك تفضل معاك السالب دي موجودة ماشي، هتبقى سالب وهنا جذر 3 أس 1 3 4 4 و 4 8. هنا نص الأس بيشيل الجذر فتبقى سالب زي ما هي اهي، وبعدين هنا التلاتة كتب أس كام يا ولاد؟ ها مين الشاطر يقول نص التمانية كام؟ أربعة. أيوة برضه الأربعة دي مالهاش دعوة بالإيه بالإشارة اللي عندي، فاهمين يا ولاد؟ يبقى إحنا عندنا الناتج هينزل زي سالب أهو، وقول تلاتة أس أربعة دي معناها تلاتة تتضرب في نفسها أربع مرات هيديني 81، يبقى الناتج النهائي بواحد وتمانين وإشارة سالبة. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي جذر 5 أس سالب 4 على جذر 5 أس سالب 6. في حالة قسمة الأساسات المتشابهة بنطرح الأسس، يعني جذر 5 كتب زي ما هي، وهنا أقول سالب 4 ناقص ناقص 6 تبقى سالب 4 زائد 6، فيكتب جذر 5 أس 2 تربيع بيشيل الجذر فيبقى الناتج بكام؟ بخمسة. طيب السؤال اللي بعده رقم 6 يقول هنا سالب جذر 5 أس 9 على سالب جذر 5 أس 5. هنا قسمة أساسات متشابهة، يبقى نكتب السالب جذر 5 زي ما هي و9 أطرح منها 5، فيبقى عندي سالب جذر 5 أس 4، الأربعة رقم زوجي يا ولاد بيتخلص من السالب لما يكون الأس زوجي، الإشارة بتتحول لموجب، هتبقى 5 أس 4 اللي هي 625. تمام، هنا 5 تاني كده يا ولاد 5 تربيع بكام؟ ب 25، نص الأس بيشيل الجذر، يبقى الخطوة الأولانية أجيب نص الأس بيشيل الجذر يا ولاد، فيبقى 5 تربيع، وبعدين الأربعة دي زوجي هشيل الإشارة تحول لموجب، فيبقى 5 تربيع بتساوي 25. فهمتوا؟ شوف المسألة اللي بعدها رقم 7 سالب 1 أس 6. هنا أولاد الستة زوجي هيتحول السالب لموجب فتبقى 1 أس 6 ب 1، وهنا جذر 2 أس 6 يبقى هنوزع الأس على البسط والمقام فتبقى جذر 2 أهيت أس 6. نص الأس هيتخلص من الجذر فتبقى 2 أس 3 يبقى 1 على 2 أس 3 اللي هي 1 على 8، يبقى الناتج 1 على 8.
طب المسألة اللي بعدها، جذر 2 أس 3 في سالب جذر 2 أس 2 وكل أس 2. لاحظ معايا إن التربيع هيحول السالب ده لموجب، فيبقى الناتج جذر 3 أس 3 دي جذر 2 يا ولاد، أهي جذر 2 أس 3 في جذر 2 أس 2 كل أس 2. في حالة ضرب الأساسات المتشابهة بنجمع الأسس، فيبقى جذر 2 أس 5، جذر 2 5 كل أس 2. ممكن نبدل يا ولاد الأس اللي جوه مع الأس اللي بره، نبدلهم عادي يعني، فتبقى الناتج 2 أس 5 بيساوي 32. ليه؟ لأن الاتنين التربيع هيشيل الجذر، يعني أنت ممكن تبدلها كده تبقى إيه جذر 2 كل أس إيه؟ 2 كل أس 5، أو ممكن تضرب 2 في 5 ب 10 زي ما أنت عايز. نص الأس بيشيل الجذر يبقى 2 أس 5 أهي اللي هي بتساوي 32. المسألة رقم 9، جذر 2 أس جذر 3 أس سالب 4 في سالب جذر 2 أس 4. نص الأس هشيل الجذر، خد بالك الأس السالب ده معناها معكوس ضربي يعني، يعني تبقى هنا الناتج 3 أس 2 ويبقى تحت في المقام يعني 3 أس 2. ليه؟ لأن نص الأس هشيل الجذر والسالب ده هتقلبها، يبقى السالب قلبت الجذر عشان ما يتلخبط. أهي يا ولاد 1 على جذر 3 أس 4، وإن الأربعة تشيل إشارة فتبقى جذر 2 أس 4. هنا نص الأس هشيل الجذر فيبقى 3 تحت تربيع اللي هي 9. نص الأس هشيل الجذر فيبقى 2 أس 2 يعني يساوي 1 على 9 في 4 هيديك 4 على 9. تعال نشوف المسألة رقم 10 ستتحل. السؤال 10 بيقول إيه يا ولاد؟ سالب 5 أس 3 سالب 5 أس 3 سالب 5 أس 3 كل أس 2 في سالب 5 سالب جذر 5 كل أس سالب 4. هنا الاتنين يا ولاد زوجي هيحول السالب لموجب، تمام؟ هيبقى 5 أس 6، نضرب الأس اللي جوه في الأس إيه اللي بره، 5 أس 6 في اللي بعدها. الأس هنا سالب يعني اللي بيتكسر تبقى 1 على جذر 5 يعني، يبقى كل أس 4. طب الأربعة بتحول السالب لموجب، يبقى أنت عشان ما تتلخبطش الأربعة دي تشيل إشارة، دي أول حاجة. بعد كده السالب دي بتقلب الكسر هتبقى 1 على جذر 5 كل أس 4، تمام كده؟ بعد كده بنعمل إيه؟ بننزل 5 أس 6 زي ما هي. هنا الأس بيتوزع على البسط والمقام، فتبقى هنا 1 أس 4 ب1. جذر 5 أس 4 اللي هي 5 أس 2، ليه؟ لأن نص الأس هشيل جذر الأربعة دي نصها 2، ماشي؟ فتقول جذر 5 أس 4 اللي هي 5 أس 2، نص الأس بيشيل الجذر ويبقى عندك 2 هنا، ماشي؟ اه يبقى هنا 5 أس 6 على 5 أس 2 هيديني 5 أس كام؟ أقول 6 ناقص 2، دي قسمة أسات متشابهة. في حالة القسمة بنطرح الأسس، فتبقى 5 أس 4. 5 أس 4 معناها 5 تضرب في نفسها 4 مرات هيديني 625. الصفحة اللي بعدها يا ولاد اختصر لأبسط صورة. هنا جذر 7 أس سالب 4 في جذر 7 أس سالب 3 على جذر 7 أس سالب 9. هنا الأساسات متشابهة، في حالة ضرب الأساسات المتشابهة بنجمع الأسس، يعني يكون عندي هنا أقول له جذر 7 أس سالب 4 وكمان سالب 3 تبقى سالب 7، والمقام جذر 7 أس سالب 9. في حالة قسمة الأساسات المتشابهة بنطرح الأسس، فتبقى جذر 7 أس سالب 7 زائد 9 لجذر 7 أس 2. يبقى تاني كده يا ولاد كنا وصلنا ان جذر 7 اس سالب 7 على جذر 7 اس سالب 9 بتساوي، نقوم سايبين جذر 7 كده. هنا نعمل ايه بقى؟ هنقوم طارحين الاسس. خد بالك لما تيجي تطرح الاسس الاشاره هتتغير، الاشاره اللي عندك دي ايه؟ هتتغير لتحت، يبقى تبقى سالب 7 زائد 9، سالب 7 زائد 9 ماشي. فيبقى عندك سالب جذر 7 اهي اس 2، التربيع بيشيل الجذر فتبقى الناتج بكام؟ ب 7. طيب السؤال اللي بعده رقم 12، رقم كام يا ولاد؟ ده 11 رقم 1، ولا دي رقم 1 اصلا؟ دي رقم 1 ماشي، رقم 1 في السؤال رقم 4.
صفحة 100 في كتاب المعاصر. ماشي يا ولاد. السؤال اللي بعده رقم 2. هنا بيقول ايه في رقم 2؟ رقم 2 جذر 7، جذر 3 أس 7 في جذر 3 أس 8 على جذر 3 أس 6. هنعمل ايه؟ كسر كبير وجذر 7، جذر 3 أس 7 زائد 8، هنا جذر 3 أس 6. نسيب جذر 3 زي ما هي، وال 7 زائد 8 15 على جذر 3 أس 6. ماشي. يبقى هنا في حالة القسمة بطرح الأسس، يبقى 15 أطرح منها 6، يديني الناتج أهو، جذر 3 أس 15 ناقص 6، يبقى جذر 3 أس 15 ناقص 6 هيدي كام؟ ها 9. تمام يا ولاد. يبقى تاني جمعنا الأس اللي فوق مع الأس اللي جنبه، 7 زائد 8 15 وطرح منه 6، بقيت جذر 3 أس 9. دي اتحل ازاي؟ لما يكون أس فردي هتعمل ايه؟ والله هنسيب واحدة ونكرر التانية. ليه؟ هناخد الرقم اللي قبل 9 اللي هو 8، يعني جذر 3 أس 1 في جذر 3 أس 8 اللي هي جذر 3 أس 9. تمام؟ طيب نص الأس هنا بيشيل الجذر، فتبقى 3 أس 4، يعني أنت عندك هنا جذر 3 في 3 أس 4، لأن نص الأس بيشيل الجذر. 3 أس 4 دي 81، فيبقى الناتج 81 جذر 3. ماشي؟ طيب المسألة اللي بعدها رقم 3. هنا بيقول ايه يا ولاد؟ جذر 3 أس 8، رقم 3 اهو، جذر 3 أس 8 في سالب جذر 3 في سالب جذر 3 أس 6 على جذر 3 أس 12. طيب تحل ازاي؟ هنا الستة زوجية، حول السالب للموجب. ماشي؟ فبقت ضرب السالب متشابهة فوق، فتبقى جذر 3 أجمع 8 زائد 6 بـ14، وهنا جذر 3 أس 12. حالة القسمة بنطرح الأسس، تبقى جذر 3 أس 2، التربيع بيشيل الجذر، يبقى هنا الناتج بكام؟ بـ3. طيب المسألة اللي بعدها رقم 4. بتقول هنا يا ولاد 2 جذر 7 كله سالب 2 في جذر 2 أس سالب 4 مقسومة على جذر 7 أس سالب 2. دي تحل ازاي يا ولاد؟ الشاطر يقول كده، نوزع الأس الأول في البسط كله، يعني تبقى 2 أس سالب 2 معايا في جذر 7 أس سالب 2 في جذر 2 أس سالب 4 على جذر 7 أس سالب 2. لاحظ معايا هنا نص الأس هشيل الجذر، فدي معناها 2 أس سالب 2، وهنا اسم تأسات متشابهة. ماشي؟ ودول أهم يروحوا مع بعض، جذر 2 أس سالب 7 يختصر مع جذر 2 أس سالب 7 فاعل 1، فيتفضل عندي 2 أس سالب 4 في 2 أس سالب 2، لأن هنا نص الأس شال الجذر. ماشي كده؟ فيبقى 2 أس 2، تاني يا ولاد 2 أس 2 هي إشارة سالبة، وهي نص الأس شال الجذر، تبقى 2 أس سالب 2. في حالة ضرب الأساسات المتشابهة بتجمع الأسس، تبقى 2 أس سالب 4، يعني 1 على 2 أس 4 اللي هي 1 على 16. تمام؟ السؤال اللي بعده رقم 5. 3 جذر 2 أس 4 في جذر 2 أس 2 على 2 جذر 3 كله أس 2. ازاي نحل المسألة دي؟ أول حاجة هنوزع الأس اللي عندنا معايا يا ولاد، فيبقى 3 أس كام؟ 4 في جذر 2 أس 4 في جذر 2 أس 2 على المقام برضه هنوزع الأس، تبقى 2 أس 2 في جذر 3 أس 2. لاحظ إن هنا ضرب أساسات متشابهة، اللي هو جذر 2 أس 4 وجذر 2 أس 2، فتبقى دي جذر 2 أس 6.
هنا التربيع بشيل الجذر فتبقى لي 3 لوحدها، فاهمين؟ يعني انا هسيب 3 اس 4 ونص، الاس بيشيل الجذر يبقى 2 اس 2، وهنا التربيع بيشيل الرقم هنا 2، هنا المقام 2 اس 2 اهو، وهنا التربيع بيشيل دي 3 يا ولاد اهي، التربيع شيل الجذر فتبقى هنا 3. لاحظ 2 اس 2 تختصر مع 2 اس 2 لان دي حدود متشابهه يا ولاد، روح مع بعضها. يبقى عندي 3 اس 4 في 2 على 3، خد بالك 3 اس 4 على 3 في 3 اس 3 لان في حاله القسمه تطرح الاسس. يبقى تقول 3 اس 4 ناقص 1 ده بيدي اس 1، وهنا 2. طيب 3 اس 4 ناقص 1، 4 ناقص 1 ب 3. 3 كيف في 2 هيديك 27 في 2 اللي هي بتساوي 54، يبقى الناتج بتاعنا 54. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول هنا ايه جذر 3 اس سالب 4 في جذر 2 اس 3 في 3 جذر 3 كل اس 5 على 3 جذر 2 اس 5 في جذر 3، تمام؟ نعمل ايه هنا يا ولاد؟ كمل معايا كده. هنا هنوزع الاس الاول يا ولاد، يبقى جذر 3 هنا سالب 4 وهنا جذر 2 اس كام؟ اس 3. هنا نوزع الاس تبقى 3 اس 5، ركزوا معايا يا ولاد، جذر 3 اس 5. يبقى عملنا ايه؟ وزعنا الاس الاول بهدوء كده ما تلخبطش في المسائل. يبقى هنا يا ولاد هوزع الاس 3 اس 5 في جذر 2 اس 5. نعمل ايه في الاساس دي بقى؟ لاحظ ال 3 اس 5 دي بص يا حبيبي هتروح مع 3 اس 5. طيب جذر 3 اس سالب 4 في جذر 3 اس 5 دي ضربه اساسات متشابهه، فيبقى عندي جذر 3 اس سالب 4 زائد 5، وهنا اللي بعدها جذر 2 اس 3 ناقص 5، ماشي؟ طيب سالب 4 زائد 5 دي 1، فيبقى الناتج بتاع جذر 3 اس 1 دي جذر 3، وهنا جذر 2 اس 3 ناقص 5، 3 ناقص 5 بسالب 2، نص الاس بيشيل الجذر، فيبقى عندك هنا الناتج ايه؟ جذر 3 اللي هي الاولانيه. طب والثانيه يا اولاد؟ نص الاس هيشيل الجذر هتبقى كام؟ 2 اس سالب 1. 2 اس سالب 1 اللي هي كام؟ ها؟ 2 اللي هي 1 على 2، وهنا كان في ايه؟ جذر 3. في جذر 3 يا اولاد نسيناها هنا في المقام تحت، شايفينها؟ يبقى هنا اقول له ناقص 1، تمام؟ فيبقى سالب 4 زائد 5 ب 1، 1 ناقص 1 ب 0، هي جذر 3 اس 0 ب 1، 1 في نص هيديك ايه؟ نص. يبقى في جذر 3 معانا هي ما كناش كتبناها، شايفينها؟ تتكتب معانا برضو تاني هنا، فيبقى عندك جذر 3 اس سالب 4 زائد 5 ناقص 1، سالب 4 زائد 5 ناقص 1 ب 0، اي عدد اس 0 ب 1، فيبقى جذر 3 اس 0 ل 1، 1 في 2 اس سالب 1، 2 اس سالب 1 دي معناها نص، نص في 1 بنص. طيب نشوف التمرين اللي بعده رقم 7، هنا جذر 3 أس 5 في جذر 3 أس 4 على جذر 3 أس 3 ب 27. يلا يا حبايبي كده ركزوا، لاحظ معايا هنا جذر 3 أس 5 مضروبة في جذر 3 أس 4 تبقى جذر 3 أس 9. ليه؟ في حالة الضرب بنجمع الأسس. جمعنا 5 زائد 4 9. طيب هنا جذر 3 اس 3 اهي في 27. تعالى بقى في حاله الاسم اطرح الاسس، يعني دي قسمه اساسات متشابهه، شايف دول؟ اقسمهم على بعض فتبقى جذر 3 اس 6، وعندك 27 في المقام. نص الاس بيشيل الجذر، نص 6 3، فيبقى نصها يشيل الجذر فتبقى 3 اس 3 على 27، يعني 27 على 27 هيديني 1، يبقى الناتج النهائي بواحد. شوف المسألة اللي بعدها رقم 8، جذر 2 أس 5 في 10 أس 6 على جذر 2 أس 3 في 2 أس 3 في 5 أس 5. هنا يا ولاد نص الأس بيشيل الجذر، تمام؟ طب أنت عندك جذر 2 ها تقدر أنت تحلها مع مين؟ تجمعها مع الثمانية، مع الخمسة تبقى 8، يبقى نصها شيل الجذر، لكن خمسة إيه؟ عدد فردي. طب وال10 دي ممكن نفكها 2 و5. يبقى أول حاجة أقول له جذر 3، جذر 2 أهيت.
خد بالك 5 ناقص 3 يبقى في حاله الاسفل هتطرح الاسس 5 ناقص 3، لكن لو كان الضرب كنا هنجمعهم، لو كان في جذر 2 اس هنا كنا جمعناها معاها، لو كانت فوق كنا جمعناها يبقى 8، لكن دي في البسط ودي في المقام انا هطرح الاسس. طب اعمل ايه بعد كده؟ ال10 دي هنفكها 2 في 5، شايف ال10 دي؟ خليها 2 في 5 وال6 وزعها اهي. خلاص احنا حلينا دول مع بعض الاول كده عشان اللي ما يتلخبط معايا، دول طرحنا الاسس بتاعتهم بقت 5 ناقص 3 اهي. هيتفضل لي تحت 2 اس 3 في 5 اس 5. تعالى بقى نكمل. جذر 2 اس 5 ناقص 5، 5 ناقص 3 بكام؟ ب 2، يبقى جذر 2 اس 2 في هنا يا اولاد 2 اس 6 شايف، وهنا 2 اس 3، دول ايه؟ هنحلهم مع بعض، نطرح الاسس يبقى 6 ناقص 3. وهنا دول هنحسبهم مع بعض يبقى 5 اس 6 على 5 اس 5 اللي هي 5 اس 6 ناقص 5. في حاله الاسبه بنطرح الاسس. فيبقى عندك التربيع بقى بيشيل الجذر، يعني تبقى هنا 2 في 2 اس 6 ناقص 3 ب 3 في 5 اس 6 ناقص 5 ب 1، 2 في 2 اس 3 اللي هي 2 في 8، وهنا 5 2 في 8 ب 16، 5 ب 16 ب 80، يبقى الناتج ب 80. السؤال اللي بعده رقم 9. هنا بيقول لي 15 اس سالب 2 في جذر 5 اس 3 في 3 اس 3 على 9 في جذر 5 اس سالب 3. هنا ال 15 يا اولاد هنخليها 5 في 3 ماشي؟ يبقى تحاول كده تعود تفك العدد ده، العدد الاولاني ال 15 حاصل ضرب كام في كام؟ ها 5 في 3، يبقى تخليها 5 في 3. بس خد بالك هتوزع الاس، هنا سالب 2 وهنا سالب 2. خد بالك الجذر 5 اس 3 وهنا جذر 5 اس سالب 3 هتعمل ايه؟ دول اساس متشابه، فتطرح الاسس فتبقى جذر 5 هي زي ما هي، قولوا 3 ناقص ناقص 3 يبقى 3 زائد ايه؟ زائد 3 في 3 اس 3 على 9 اهي 9 تحت، لان دول عملتهم مع بعض عشان اللي بيتلخبط دول حلهم مع بعض. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده يا اولاد؟ خد بالك ال 3 و 3 دي ب 6، نص الاس هشيل الجذر. تعالى كده نكمل، يعني نزل 5 اس سالب 2 اهي، 3 اس سالب 2 في 3 اس 3 ممكن نحلهم مع بعض، اقوم جامع الاسس قول سالب 2 زائد 3 اهي. وهنا جذر 5 هتبقى 5 اس كام؟ احنا قلنا دي ب 6، نص الاس هشيل الجذر يبقى ال 6 نصها 3، نص ال 6 3، فالتربيع يا اولاد بصوا كده عشان ما تلخبطوش اهي، هي 5 اس كام؟ 5 اس جت ازاي؟ جت ازاي يا اولاد؟ دي 3 و 3 6، عمالكوا فوق هنا جذر 5 اس 6، نص الاس بشيل الجذر فتبقى 5 اس 3 عشان اللي متلخبط ماشي. كل ده في البسط، كل ده مقسوم على 9 في المقام. تعالى نكمل، 5 اس سالب 2 في 5 اس 3 شغل بعضهم اساسات متشابهه، نقول له 5 اس سالب 2 زائد 3، يبقى بنجمع الاس اللي هنا مع اللي هنا. طيب ال 3 ها اس سالب 2 زائد 3 اللي هي 3 اس 1. طب وانت عندك 9 في المقام، كمل معايا، 5 اس سالب 2 زائد 3 اللي هي 5 اس 1 ب 5 و 3 اس 1 ب 3 على 9، يبقى 5 في 3 على 9، 5 في 3 ب 15، 15 على 9 ممكن تختصر على 3 في 1 على 3 في 3 يبقى الناتج 5 على 3، ناتج المسألة يطلع معانا 5 على 3. تعالى نشوف المسألة رقم 10. هنا بيقول لي 10 تربيع في 10 اس سالب 7 على 1 من 10 اس 2 في 1 من 1000 بيساوي نقطة. بص يا ولاد ركز معايا كده، ال 10 تربيع وال 10 اس سالب 7 دول نحلهم مع بعض، فيبقى 10 اس سالب 5، ليه؟ لأن احنا نجمع الأسس يا ولاد، فتبقى 10 اهي اس 2 ناقص 7 على 1 من 10 دي اللي هي 10 اس سالب 1، تضرب في الاثنين تبقى 10 اس سالب 2. ال 1 من 1000 دي يعني ايه يا ولاد؟ يعني 10 اس سالب 3، 1 من 1000 اللي هي 1 على 1000 اللي هي 10 اس سالب 3، تمام؟ طيب تعالى نكمل كده، فوق تبقى 10 اس سالب 5 اللي هي 2 ناقص 7، المقام 10 اس سالب 2 وكمان سالب 3 تبقى سالب 5، قال لها بقى البسط شكل المقام يا ولاد، يبقى ناتج 1، طالما البسط شكل المقام خلاص تقسم اجسام متشابهه اديك 1. المسأله بعدها رقم 11، هنا بيقول لي 3 جذر 2 على 2 جذر 3 الكل اس 4، أول خطوة هنوزع الأس على الأعداد اللي عندي، فيبقى عندي 3 اس 4 في جذر 2 اس 4 على 2 اس 4 في جذر 3 اس 4. يا ولاد 3 اس 4 شايف، وهنا دي زيها بس دي جذر ودي 3، فلازم دي تحلها الأول، يعني ازاي؟ تقول نص الأس يشيل الجذر،
فيبقى عندك هنا 3 أس 4 في نص الأس شيل الجذر يبقى 2 أس 2 أهي، وهنا 2 أس 4 نص الأس شيل الجذر فتبقى 3 أس كام؟ 2. تعالى بقى نختصر إزاي ثبت أساس 3، يعني احسب دول مع بعض، اقسمهم على بعض يعني، ودول اقسمهم على بعض. يعني تقول 3 أس 4 ناقص 2، ماشي، بنطرح الأسس هنا، وهنا 2 أس 2 ناقص 4. فيبقى 3 أس 4 ناقص 2 ب 2، و 2 أس 2 ناقص 4 بسالب 2. 3 تربيع هيديك 9، و 2 أس سالب 2 اللي هي 1 على 4، يبقى الناتج 9 على إيه؟ على 4. تعال نشوف المسألة اللي بعدها رقم 12. جذر 3 على جذر 2 كل أس 2 مضروبة في جذر 2 على جذر 3 كل أس 4. بص يا ولاد، التربيع مش ليه جذر، ده احنا متعودين عليه، يعني هيبقى الناتج يا ولاد هنا 3 وهنا 2 اهو، وهنا نص الاس بيشيل الجذر، فتبقى عندك 2 اس 2 نص ال 4 2 يا ولاد، ونص ال 4 هنا 2، تبقى 3 اس 2. طيب دي تحل ازاي؟ بسيط، اختصر بقى، يعني تقول 3 اهي 3 في 2 اس 2 اللي هي ب 4 على 2 في 3 اس 2 اللي هي ب 9، اختصر 3 على 3 فال 1 9 على 3 فال 3 2 على 2 فال 1 4 على 2 فال 2، يطلع الناتج 2 على ايه؟ على 3. المسألة بعدها السؤال اختصر، سؤال رقم 5، السؤال الخامس رقم 1، اختصر بأبسط صورة، 9 أس س في 3 أس س زائد 2 على 27 أس س. يلا يا ولاد، 9 دي عبارة عن 3 تربيع، التربيع يتضرب في السين اللي فوق أهي، وهنا 3 أس س زائد 2، 27 دي 3 أس 3، ال 3 تتضرب في السين تبقى 3 س أهي. بعد كده بنثبت الأساس بتاعنا، البسط أقول له 2 س زائد س زائد 2، في حالة الضرب بنجمع الأسس، وفي حالة القسمة بنطرحها، يعني تحت ده هيتغير، يبقى هنا سالب 3 س، تمام؟ طيب 2 س وس 3 س ناقص 3 س بصفر، فيتفضل لي 3 أس 2 اللي هي ب 9. السؤال اللي بعده رقم 2، 2 أس 2 س في 3 أس س ناقص 1 على 12 أس س. يلا يا ولاد، هنا ال 12 دي هنخليها 3 في 4، وال 4 2 أس 2، يعني أنت عندك البسط زي ما هو مفيش فيه حاجة، لأن الأساسات أعداد أولية. ال 12 هقول 2 في 6 أو 3 في 4 زي ما أنت عايز، 3 في 4 وال 4 2 في 2 عشان ما تتلخبطش اعملها كده. الأساس اللي فوق 2 أس 2 س، الأساس اللي تحت س وس تطرحهم، يعني أنت بتقسم، بص دي قسمة أساسات متشابهة، 2 وهنا 2 وهنا 2، ثبت ال 2 واطرح 2 س ناقص س ناقص س. وهنا 3 اهي اس س ناقص 1 اللي هي فوق ناقص س اللي تحت، تمام؟ يبقى 2 اس 2 س ناقص س ب س، س ناقص س بصفر، وس تروح مع سالب س، بقى 3 اس سالب 1، 2 اس صفر اللي هي 1، 3 اس سالب 1 اللي هي تلت، يبقى الناتج يطلع معانا بكام؟ بتلت. ده الناتج النهائي. السؤال اللي بعده رقم 3، 2 اس س في 4 أس س زائد 1 على 8 أس س. ها هنعملها ازاي؟ ال 4 ديت 2 في 2، يبقى اقول له هنا 2 أس س هي زي ما هي، ال 4 2 تربيع، التربيع يا ولاد خد بالك بتوزع في الأس، يعني تبقى 2 اهي أس س زائد 1 تضرب فيه، وال 8 2 تكعيب يبقى 2 أس 3 س. هنا نسيب 2 أس س، خد بالك يا حبيبي كده ال 2 تتضرب في المقدار كله، اوعى تتلخبط، اوعى تضربها في السين وتنسى الواحد، لا اضربها في كله، فتبقى 2 س زائد 2، وهنا 2 أس 3 س. كمل معايا بقى، الأساس بتاعك 2 أهو، ركز كده هعمل إيه؟ اللي فوق هتجمعه واللي تحت هتطرح الأسس بتاعته، يعني تقول له السين أهي زائد 2 س زائد 2، جمعنا الأسس وهي نطرحها تبقى سالب 3 س، 2 أس س و2 س 3 س، 3 س ناقص 3 س بصفر، فيتفضل لي 2 بس اللي هي 2 أس 2 بكام؟ ب 4، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع ب 4. السؤال اللي بعده رقم 4، 36 أس ن في 5 أس 2 ن على 30 أس 2 ن. ولاد ال 36 دي عايزين نحولها عدد أولية، ممكن نقول واحد يقول 4 في 9 صح؟ 4 في 9 ب 36، طب ال 4 2 تربيع وال 9 3 تربيع، مش كده يا ولاد؟ كل أس ن في 5 أس 2 ن، طب ال 30 5 في 6 وال 6 كام في كام؟ 2 في 3. شوف انت بتحللها الاعداد اوليه، وبعدين تعمل ايه؟ الاس اتضرب 2 في ن اهي ب 2 ن،
تمام وتلاتة أس، الاتنين في نون باتنين نون اهي. شوف بتضرب الأس اللي جوه ده في الأس اللي بره، توزع يعني. وهنا خمسة أس اتنين نون المقام، ها وزع برضو حبيبي، خمسة أس اتنين نون في اتنين ده يا ولاد أس اتنين نون في تلاتة أس اتنين نون. مين يختصر يا ولاد؟ اه شكل بعضها تختصر. حاجة تانية دي تلاتة اهي شكل دي اختصر، ودي شكل دي لا، يعني الناتج كله طلع بكام؟ بواحد، كله اختصر مع بعضه طلع الناتج النهائي بواحد. فهمتوا كده المسألة؟ طيب المسألة رقم خمسة، ها سهلة يا ولاد. رقم خمسة بيقول لي اتنين، ركز معايا في المسائل، اتنين أس س، تسعة وأربعين أس س ناقص واحد على تمانية وتسعين أس س. هنا نسيب اتنين أس س، تسعة وأربعين سبعة تربيع، كل أس س ناقص واحد. طب التمانية وتسعين، التمانية وتسعين عبارة عن اتنين في تسعة وأربعين، اتنين في تسعة وأربعين يا ولاد، تسعة وأربعين دي سبعة تربيع كل أس س. اتفضل عندي هنا قول له اتنين أس س في سبعة أس، اضرب بقى اتنين س ناقص اتنين، وهنا اتنين أس س اهي تحت، وهنا السبعة أس اتنين س، اتنين أس س تروح مع اتنين أس س. هنا اسم تأسيسات متشابهة، تسيب السبعة زي ما هي، تطرح الأسس يبقى اتنين س ناقص اتنين ناقص اتنين س هنا، فاتنين س تروح مع سالب اتنين س، فيتفضل لي سبعة أس سالب اتنين. اللي هي واحد على سبعة تربيع، اللي هي واحد على تسعة وأربعين، ده الناتج النهائي واحد على تسعة وأربعين. السؤال اللي بعده رقم ستة، أربعة أس س زائد اتنين في تسعة أس تلاتة زائد س على ستة أس اتنين س زائد تلاتة. بنعمل إيه هنا؟ الأربعة دي عبارة عن اتنين تربيع، افهم الطريقة، الأربعة دي اتنين تربيع يا حبيبي. التربيع يتضرب في المقدار كله فيبقى 2 س زائد 4، والتسعة عبارة عن 3 تربيع، التربيع يتضرب في المقدار كله يبقى 3 في 3 ب 9، 3 في تربيع يا ولاد 2 في 3 ب 6 تاني كده، 3 9 9 عبارة عن 3 تربيع، التربيع يتضرب في المقدار ده يبقى 6 زائد 2 س ماشي. وهنا 6 عبارة عن 2 في 3 اهي، وزع الأس تبقى هنا 2 س زائد 3، وهنا 2 س زائد ايه زائد 3 ماشي. لحظة كمل اللي بعدها، هنا 2 س هنا هي اولاد، وهنا الثلاثة بتقول 2 س زائد 4 ناقص 2 س ناقص 3، بنطرح الاسس هنا، وهنا 6 زائد 2 س ناقص 2 س ناقص 3، 2 س تروح مع سالب 2 س، بقى عندي 2 اس 4 ناقص 3 ب 1، يقول لي 3 اس 2 س تروح مع سالب 2 س، و6 ناقص 3 ب 3، فيبقى الناتج 2 في 27 يديني 54.